أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب يروي الكليني رضوان الله تعالى عليه حديثا مفصلا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في وجوب معرفه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، واتباعهم وطاعتهم. وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الله فيما امره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه واله. هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل ان يهتدوا وظنوا انهم امنوا واشركوا من حيث لا يعلمون. انه من اتى البيوت من ابوابها اهتدى ومن اخذ من غيرها سلك طريق الردى. وصل الله طاعة ولي امره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته. فمن ترك طاعة ولاة الامر لم يطع الله ولا رسوله. الكلام في هذا المقطع من الحديث الشريف حول ان الناس بالنسبة إلى معرفة الأئمة وبالنسبة إلى طاعتهم، على قسمين: قسم من الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، فعرفوا الأئمة وأطاعوهم. لان الله سبحانه وتعالى هو الذي امر بطاعتهم حيث يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم واولي الامر في هذه الايه خاصه باهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولا تشمل الحكام لما سنبينه زين. المتقي هو الذي يطيع الله فالله سبحانه وتعالى امرنا بإطاعة الأئمة من أهل البيت هسه إذا واحد أجا ولم يطع الأئمة من أهل البيت لم يعرفهم المعرفة اللازمة فهذا قد خالف هذه الآية ومن خالف كلام الله سبحانه وتعالى فهو ليس بمتق المتقي هو الذي يطيع الله في كل شيء في هذه الآية الله أمر بإطاعة ولاة الأمر وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإذا واحد لم يطعهم خالف هذه الايه والذي يخالف القران ليس بمتقن سواء كان عن عمد وعن عناد او عن جهل احيانا الشخص معاند يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لجوا في طغيانهم يعمهون، احيانا هكذا. واحيانا الضالون المنحرفون عن جهل. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أنهم مهتدون يتصورون هكذا. الآن أنت تذهب مثلا إلى الأديان الباطلة الزائفة. مليارات من الناس يتبعون هذه الأديان. قسم منهم معاندون. يعلمون الحق ولكن يخالفونه. لكن أكثر الناس من أتباع الأديان الباطلة من عوامهم هؤلاء يتصورون أنهم على حق وأنهم مهتدون ولكنهم في ضلال وفي كفر وضالون وجهلهم هذا ليس بعذر عادة لأن الجهل قسميا أحيانا يكون الجهل عن قصور فهذا عذر واحيانا يكون الجهل عن تقصير وهذا ليس بعذر الجهل عن قصور يعني واحد جاهل وما كان يتمكن من ازاله جهله فهذا معذور مثلا ذكرنا مثال فيما مضى في اليوم الذي بعث رسول الله محمد صلى الله عليه واله إلى الناس كان في مكة أو في المدينة في نفس ذلك الوقت حيث بعث الرسول صلى الله عليه واله إلى الناس جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا في ذلك الوقت نفسه كان مثلا في الاماكن النائيه في الكره الارضيه مثل في امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، في اقاصي الصين، في اقاصي افريقيا كان هناك ناس لم يصلهم ان رسول الله محمدا صلى الله عليه واله هو الرسول لم يصلهم ذلك وما كانوا يتمكنون من الوصول الى المدينه او الى مكه ليعلموا بان هذا هو الرسول ذول اذا التزموا باللوازم العقليه التي يدل علي يدلهم عليها عقلهم هؤلاء كفار لكنهم معذورون في كفرهم وفي بعض الأحاديث في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يمتحنهم ويختبرهم فمن فاز في الامتحان نجا ومن سقط في الامتحان هلك ورده أو مثلنا مثال آخر أطفال الكفار الذين يموتون أو مجانينهم الذين كانوا في طول حياتهم مجانين هؤلاء جهال كفار لكنهم لانهم جهال عن قصور فهم معذورون ويوجد قسم اخر من الجهال جهال عن تقصير يعني بلغه ان الرسول هو محمد صلى الله عليه واله لم يحقق وكان يتمكن من التحقيق الان كثير من النصارى مثلا من البوذيين من الهندوس من سائر الاديان هؤلاء بلغهم الاسلام وسمعوا عنه وقد يكونون قد التقوا بالمسلمين وهم ليسوا بمعاندين لكن يتصورون انهم على حق ويتمكنون من التحقيق العقل يدل عليك يدلك على ان تحقق تشوف دينك صحيح لو مو صحيح الاديان الاخرى صحيحه او ليست بالصحيحه فهؤلاء عاده جهال عن تقصير والجاهل المقصر كالعامد حتى في قوانين اليوم الجاهل المقصر يعتبر كالمعان كالعالم المخالف مثلا اذا واحد خالف علامه من علامات المرور فمسكه فمسكته شرطة المرور، قالوا هذه العلامة مثلا تدل على كذا، لماذا خالفت؟ يقول: لم أكن أدرى أن هذه العلامة تدل على هذا الموضوع، ما كنت أدري. يقولون: لماذا لم تتعلم؟ مفروض لازم تروح تعلم. توجد كتب، كتيبات تشرح علامات المرور. أنت ما رحت. الطالع في هذه الكتب ما تحفظ العلامات أنت المقصر ولو كنت جاهلا لذا يغرم لا يعتبر جهله عذرا لأنه جهل عن تقصير زين. غالب الكفار في العصر الحاضر ليسوا معاندين لكن جهال عن تقصير لذا حكمهم حكم المعاند، نعم قد تكون الدرجه تختلف، المعاند يكون درجته او دركته في نار جهنم اسوأ من غير المعاند. لذا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: فمن اتقى الله فيما امره، التقوى بمعنى حفظ النفس من الوقايه اصل الكلمه. ثم استعملت في اجتناب المعاصي وكذلك في الالتزام بالواجبات فمن اتقى الله فيما امره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه واله لقي الله، لقاء الله يعني لقاء جزائه سواء من الثواب او العقاب. أو لقاء حساب الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة لقاء كلمة لقاء الله سبحانه وتعالى استعملت في المؤمنين وفي غير المؤمنين، مثلا هذه الآية: (تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما) تحيتهم يوم يلقونه، يعني يلقون حساب الله أو يلقون جزاء الله. بالنسبة إلى الكفار أو المنافقين الله سبحانه وتعالى يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في قضية ثعلبة المعروفة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا النفاق يستمر إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. يعني ما راح يتوب من نفاقه. هذا النفاق يستمر إلى يوم لقاء الله. يعني لقاء حسابه وجزائه، وهذا المنافق يجازى بالنار. لأنه سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. زين إذا واحد اتقى الله سبحانه وتعالى، يعني أطاع الله في كل أوامره في يوم القيامة حيث هناك لقاء الله سبحانه وتعالى يعني لقاء حسابه وثوابه هذا الانسان يعتبر ضمن المؤمنين بما انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله. ماذا انزل الله على رسوله محمد؟ الاسلام وما هو الاسلام؟ الاسلام يتكون من العقائد الحقه والاخلاق الفاضله والاحكام الشرعيه الأصول اللي هي المعتقدات والأخلاقيات والشريعة اللي هي فروع الدين هذا بالنسبة إلى المتقي أما غير المتقي الذي لم يطع الله سبحانه وتعالى فيما أمره هذا كيف يلقي الله سبحانه وتعالى الإمام يقول هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا. الإنسان إذا هو ضال، قبل موته إذا اهتدى الله سبحانه وتعالى يغفر له. لأن الله خلق الإنسان ليرحمه. فإذا هذا الإنسان تاب، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن اذا هذا الانسان استمر في ضلاله الى حين موته يعني في لحظه المعاينه في اخر لحظات الدنيا حيث يرتفع الغطاء عن بصره فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في هذه اللحظه يرى ملك الموت ويرى امور اخرى من الاخره في هذه اللحظه لا توبته ولا الذين يموتون وهم كفار. اكو واحد في لحظه المعاينه يريد يتوب مثل فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال: آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. واكو قسم معاندين حتى في لحظه المعاينه لا يتوب. لكن بعد الموت حينما يرى العذاب ذاك في تلك اللحظة يندم وأسر الندامة لما رأوا العذاب ويريد يتوب هذه توبته ليست بمقبولة لكن قبل ذلك قبل المعاينة قبل الموت إذا يريد أن يتوب من تاب تاب الله عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا هؤلاء ماتوا وفاتتهم التوبه قبل ان يهتدوا، ماتوا على ضلال وظنوا انهم امنوا، تروح الان في كثير من الفرق الاسلاميه المنحرفه الضاله لان المسلمين انقسموا وسينقسمون بعد الرسول صلى الله عليه واله الى فرق كثيره كما هو الرسول صلى الله عليه واله اخبرهم ثلاثة وسبعين فرقة بعض هذه الفرق تأسست فيما مضى وزالت وزال أصحابها وبعضها مستمر وبعض هذه الفرق لعله في المستقبل ستتشكل لأن الامتحان مستمر وأهل الضلال موجودون في كل وقت لعله يؤسسون مذهبا من المذاهب الباطلة في مستقبل الأيام كما آخرون اسسوا مذاهب باطله في ماضي الايام، الرسول يقول كلهم في النار الا فرقه واحده هي الفرقه الناجيه، زين هؤلاء ظنوا انهم امنوا بالله، يعني عندما تقول له ماذا انت؟ يقول انا مسلم امنت بالله وبرسوله وبما جاء به، لكن عملا هو ضال، لماذا؟ لانه لم يؤمن بكثير مما جاء به الرسول صلى الله عليه واله، سواء عن عمد وعناد أم عن جهل. لكن يحسبون أنهم مهتدون. أنت أي فرقة من الفرق الإسلامية تروح تقول لهم من هي الفرقة الناجية؟ يقولون نحن. وهذا أمر طبيعي. لكن إذا الإنسان جاهل قاصر معذور. أما إذا جاهل مقصر فليس بمعذور لماذا لم تحقق الله سبحانه وتعالى ذم المشركين حيث إنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وفي آية أخرى مهتدون زين هذا مو فقط ذم للمشركين أيضا هذا الذم يشمل كل من كل من اتبع طريقة منحرفة عن الحق اتباعا لابائه، الله اعطاك عقل والوسائل المتوفرة خاصة في هذا الزمان، لا تتمكن من ان تقول اني ولدت في بيئة كانت تتبع المذهب المنحرف زين ابائي امهاتي ربوني على هذه الطريقة المجتمع كان على دين منحرف على مذهب منحرف لا تتمكن من الاعتذار بهذا الأمر لماذا؟ لأن لله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إذا حاسب هذا الإنسان يقول له ألم نعطك عقلا؟ بلى طال عقل وسائل الاتصالات كانت متوفرة الكتب متوفرة خاصة في هذا الزمان لماذا لم تحقق؟ لماذا كنت كالمشركين تقول انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فهناك الله سبحانه وتعالى يتم الحجه عليه ويتبين لهذا الانسان انه كان ضال انه كان ضالا عن تقصير. ليش هذا الاخسر اعماله؟ لانه واحد كافر يلتذ بأمور الدنيا وهو في الاخره من الخاسرين اقلا ربح الدنيا لكن هذا خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير نطمأن به وان اصابته فتنه يعني زوال في امواله او قله في أنعامه في زرعه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أما خسران للدنيا لأنه فقد أمواله، فقد أولاده مثلاً، فقد زراعته. هذه خسران للدنيا. وخسر الآخرة بكفره. زين هذا الذي يقول أنا مسلم يصلي، يصوم. يمتنع عن المحرمات عن اللذائذ الدنيويه كثير منها لانها محرمه لكنه في ضلال هذا خسر الدنيا ما التذ بالدنيا وخسر الاخره، هسه المؤمن الحق قد يكون في صعوبه في الدنيا يمنع نفسه عن كثير من ملذات الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه في الاخره باحسن تعويض اموال الايتام موجوده امامه لا ياكلها. الشهوات المحرمة موجودة أمامه لا يرتكبها. أما في الآخرة هو في الجنة، الله سبحانه وتعالى عوضه بأحسن تعويض. لكن هذا المنحرف هو والكافر جميعاً في نار جهنم، هذا المنافق هو والكافر في نار جهنم، هسه أقلن الكافر التذ بدنياه وهذا المنافق لم يلتذ حتى بدنياه، خسر الدنيا والآخرة. والاسوا من ذلك انه اشرك من حيث لا يعلم هو مشرك لكن يتصور انه موحد يتصور الناس كلهم مشركين وهو الموحد وتبين بالعكس هو المشرك وغيره هو الموحد الان في العصر الحاضر اكو ناس رافعين لواء التوحيد لكن عندما تسالهم عن ربهم يجسمونه يعتبر له يد حقيقية وله عين حقيقية وله رجل حقيقية يدخلها في نار جهنم في وفي يوم القيامة يرى كالقمر كالقمر في ليلة البدر مثلا عندما تسأله يستدل بآيات قرآنية متشابهة خلط بين المحكم والمتشابه ويتصور هو موحد في حين أنه هو في الواقع يعبد صنما خلقه في ذهنه ويتصور هو الموحد وغيره هم المشركين هم المشركون ويوم القيامة يتبين أنه هو المشرك وغيره هو الموحد لذلك الآية تقول وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يعني اتبعوا الشياطين أولياؤهم الشياطين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، يحسبون ان يعني يظنون يظن انه هو المهتدي وليس هو المهتدي بل هو الضال. زين. بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يبين يقول الله سبحانه وتعالى اتم الحجه على رغم أنهم حاولوا تحريف معاني القرآن الكريم. ألفاظ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حفظها. لم يدع أحدا يحرف القرآن الكريم في ألفاظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى أنه أحد الأشخاص أراد أن يحذف كلمة واو حرف واحد الواو راد يحذفها من القرآن الكريم لم يتمكن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة هاي الواو تدل على أن الذين يكنزون الذهب والفضة غير الأحبار والرهبان فراد يحذف هذه الواو حتى الذين يكنزون الذهب والفضه تصير صفه للاحبار والرهبان ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الايه تقول والذين هذا راد الواو يحذفها حتى تصير الذين يكنزون الذهب والفضه صفه للاحبار والرهبان تصير ما تمكن من حذف هذه الواو، المسلمين ما خلو الله سبحانه وتعالى حفظ لفظ القرآن. زين ما قدروا يحرفون الفاظ القرآن. لكن بدأوا بتحريف المعاني، معنى الآية يحرفها. الآية المتشابهة يراد بها شيء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى مع ذلك انه حاولوا تحريف معاني الايات الشريفه لكن الله سبحانه وتعالى اتم الحجه، الحجه تامه الان. من جملتها هذه الايه الله سبحانه وتعالى يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الله سبحانه وتعالى وصل طاعه ولي الامر بطاعه الرسول. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ووصل طاعة الرسول بطاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله زين من هو ولي الأمر محاولة تحريف المعنى تقول ولي الأمر الحاكم أي حاكم كان سواء كان حاكما عادلا أم حاكما ظالما بس يدعي الإسلام لازم تطيعه. زين، الآية إذا كان المقصود أولي الأمر، المقصود من أولي الأمر الحكام، أي حاكم كان، يصير في الآية تناقض. والله سبحانه وتعالى أجل من ذلك، ليش؟ لأن الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تأمر بإطاعة أولي الأمر. زين، إذا هذا الحاكم لم يكن معصوماً، فلنفرض انه حاكم عادل اذا لم يكن معصوما يخطئ او لا يخطئ يخطئ قد يصدر امرا خطا هسه اذا حاكم فاسق فيتعمد في اصدار الاحكام الجائره هنا اذا اطعته فقد عصيت الله وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى فقد خالفت هذا الحاكم. الحاكم الجائر جالس يأمر بقتل إنسان مظلوم وأنت تعلم بأنه مظلوم. الله سبحانه وتعالى ينهاك عن قتله. الحاكم يأمرك بقتله. فتطيع الله أو تطيع الحاكم. إذا أطعت الله فقد خالفت الحاكم. وإذا أطعت الحاكم فقد خالفت الله سبحانه وتعالى. يصير في الآية تناقض. والقرآن أجل من ذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون هذا الحاكم عادلا. أولو الأمر يكونون معصومين مو فقط عدول، لأن العادل قد يخطئ. يكون معصوم يعني لا يخطئ. فاذا لم يخطئ تكون اوامر دائما متطابقه لامر الله سبحانه وتعالى مثل الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع الله لماذا لان الرسول معصوم اذا كان معصوما وهو معصوم فكل امره يكون مطابق لامر الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولي الامر اذا كان معصوما فكل امره متطابق مع امر الرسول وكل امره متطابق مع امر الله فاطاعته اطاعه لله الايه تكون على نسق واحد من غير تناقض أطيع الله وأطيع الرسول واول الامر واول الامر منكم فاول الامر ليس اي حاكم اولو الامر الشخص المعصوم زين منو هذا الشخص المعصوم هل الخلفاء؟ اتفقت الأمة من الشيعة والسنة وغيرهم اتفقوا على أن الخلفاء ليسوا بمعصومين. يعني الآن تسأل السنة، أبو بكر معصوم؟ لا، عمر معصوم، لا، عثمان معصوم، لا. حكام بني أمية معصومين؟ لا، حكام بني العباس معصومين؟ لا. اجمعت الامه على ان هؤلاء ليسوا بمعصومين، واجماع الامه حجه. فاذا هذه الايه لا تشمل هؤلاء. لان هذه الايه في المعصومين، وهؤلاء ليسوا بمعصومين باتفاق الامه. فمن المعصومين؟ من ادعيت له العصمه فقط وفقط الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام والائمه من ذريته. وقامت الادله على ذلك ايضا ان شاء الله في باب عصمتهم سنتطرق الى الادله مفصلا من كلام الرسول صلى الله عليه واله ومن القران فاذا اولو الامر تنحصر ينحصرون في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فواحد لازم ياخذ منهم اذا اخذ من غيرهم اذا لم يطعهم فقد ضل أسأل الحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين